الإيرانيين لا يريدون استعمال أراضيهم للتوجيه ضربات مؤثرة للجانب الإسرائيلي أو المصالح الأمريكية، حتى لا يكون الرد ضمن أراضيهم. يريدون استعمال أراضي أخرى من عندها أراضي العراق وسوريا ولبنان. حتى العمليات العسكرية، ضرب أهداف حيوية في الآونة الأخيرة كان بتنفيذ مباشر من فيلق القدس الإيراني المرتبط بحادثة الثورة الإيران، لكن لم تستعمل أراضي إيرانية، استعملت أراضي عربية لضرب، وكان الرد ضمن الأراضي العربية أيضا، لم يكن ضمن الرد. لذلك إيران تستفاد من هذه النقطة، لكن في حال استعملت أراضي العراق للقيام بعمليات مؤثرة، ليست هذه العمليات بالوقت الحالي، هذا عمليات يستطيع التحالف الدولي التصدي لها، لديه معلومات مسبقة حول، لكن هذه العمليات غير مؤثرة، فقط أنه يعلم أنه الفصائل اليوم تمارس هذه العمليات لإقناع جمهورها أنه اليوم تشترك في المقاومة وكذا، لأن هنالك ضغط شعبي، والسفيرة الأمريكية يعني تعلم هذا الشيء، تعلم أن هنالك ضغط عراقي على الفصائل، لذلك تسمح بتوجيه هذه الضربات البسيطة، لكن في حال كانت هنالك ضربات مؤثرة ونقصد صواريخ مجنحة وصواريخ كروز وطائرات مسيرة ثقيلة أو معدة لضرب أهداف حيوية، لا، سوف يكون هناك تدخل للتحالف الدولي هذه المرة، سوف يكون الرد من قبل التحالف الدولي وليس من قبل الجانب الإسرائيلي، وسوف يكون هنالك رد داخل العراق بضرب مقرات عراقية تتبع للحكومة العراقية، لأن هذه الفصائل هي فصائل عراقية مرتبطة بأحزاب، هذه الأحزاب تشكل جزء كبير من النظام السياسي داخل العراق، لذلك الموضوع هو ليس فقط أمني عسكري وإنما موضوع سياسي. لكن سيد كريم اسمح لي أن نشير إلى معلومة، يعني حضراتكم، الاجتماعات مستمرة مع الجانب الأمريكي، الأمريكان يرفعون يحصلون على تقارير ومعلومات من ثلاث مصادر، هذه نقطة جدا مهمة. المصدر الأول من أعضاء وقادة كتل سياسية يعطون يعني تفاصيل كاملة، وأيضا من القوات الأمنية العراقية لأن لدينا العمليات المشتركة، طبعا هذا مقنن، وأيضا من بعض قادة الفصائل يتواصلون مع الجانب الأمريكي بشكل يعني خفية بعيد عن الجماهير ويعطون معلومات، ولا يريدون انخراط بالمرحلة القادمة بأي صراع مسلح، لأن هؤلاء يعني هدفهم الأساسي هو السيطرة على الحكم والسيطرة على المكتسبات داخل العراق وليس القتال خارج العراق. هذه معلومة، ولدينا أسماء من قادة الفصل، من قادة الفصائل تواصلوا مع الجانب الأمريكي، وهنالك خط ساخن ما بين الجانب الأمريكي والجانب الجانب العراقي الفصائل، وإسرائيل لن تستهدف هذه الفصائل داخل العراق، لأن هنالك اتفاق مبدئي ما بين السفيرة الأمريكية والحكومة العراقية على ذلك، والتفاهمات عالية المستوى حتى هذه اللحظة. لا نعلم في حال فوز إدارة ترامب أو في حال بقاء أو فوز كاميلا هارس، لا نعلم ما هي المحاور السياسية التي سوف تتغير في المنطقة.